مرحبا، جولة جديدة ببرنامج عنا بسوريا. يعني فينا نقول انه حتعجب الاشخاص يلي عندها هيك وسواس وبتحب المعقمات كتير، لانه رح ناخدكن على الشركة التقنية لصناعة المعقمات يلي موجودة بعدرا الصناعية، تحديدا المعمل يلي رح نتعرف اكثر على طريقة صناعة وتحضير المعقمات والمراحل اللي بتم فيها لحتى يوصل لايد الزبون. خلوكم معنا. هلا صارت معنا الدكتوره فاطمه أتاسي، المديره العلميه للشركه التقنيه للمعقمات. اهلا وسهلا فيكي. اهلا فيكم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. بدايه حابين نعرف اكثر، ايمتى اسست هي الشركه وين مكان تواجد المعمل ومراكز الخدمات؟ تمام. هلا نحن افتتحنا بال 2008 وبلشنا نتواجد بالسوق، وفتحنا بالمنطقه الصناعيه بعدرا. نحن ترخيصنا الصناعي رقم واحد بعدرا، كنا من أوائل المعامل اللي فتحنا بعدرا. هلأ نحن الفكرة انطلقت بال 2005 بالاتصال مع شركة ألمانية اختصاصها تصنيع المعقمات، وكانت الفكرة هي توفير منتج وطني بجودة عالمية. نحن أخذنا امتياز من شركة أنتيسيبتيكا الألمانية، فمشينا نفس الشروط وأطلقنا أول إنتاجنا بال 2008. وعندنا مكتب التسويق والاتصال مع الزبائن لنكون قراب منهم بالمزة. شو هي الخدمات يلي بتقدمها الشركة التقنية للمعقمات للزبائن؟ هلأ طبعا المعمل الخدمات اللي بيقدمها هي الشحن لدمشق أو للمحافظات، لأنه في مراكز شحن بعدرا فبيكون الشحن من عدرا أسهل. وبالشام هو صلة الوصل مع الزبائن، لأن احنا بنقوم بزيارات دورية للمشافي لنتأكد من حسن سير استعمال المعقمات لتكون انه عم تستعمل بالطريقة الصحيحة. نحكي أكثر عن المنتجات يلي بيتم تصنيعها ضمن معمل الشركة التقنية للمعقمات وشو أنواعها؟ طبعا نحن المنتجات هي بتغطي كل ما يلزم بالتعقيم موجود، ابتداء من الايدي اللي هو نفتكر انه ابسط شيء معناه هو اخطر شيء، نوصل للمناظير، نوصل لحاضنات الاطفال، نوصل لاجهزة غسيل الكلية. فنحن وقت صرنا نجيب المواد الاولية وناخد التكنيك الاوروبي ونشتغل بستاندرد عالي، وحصلنا على شهادة الجي ام بي كمان، فنحن وفرنا على البلد قطع أجنبي كتير وبأيدي وطنية وعمال، وكلها الخبرات صارت عنا وطنية. لما نسمع عنه شركة تعقيم فبيجي ببالنا دائما انه في اشخاص هي رح تاخذ هالمعقمات وتروح تعقم المشافي، ولكن هون نحن عم نشوف تصنيع معقمات، ففي ترابط بين وجود ورشة للتعقيم ولا لا ما دخل، هي موضوع التصنيع لحال ووجود ورشة خاصة بالتعقيم لحال؟ هلأ الشركة التقنية للمعقمات هي شركة عندها أعمال متعددة، المعمل هو الأساس يلي مبنت عليه الشركة، وطبعاً نحن توسعنا، لأنه أنت وقتك تروحي على مشفى وتقنعيهم بأنه المنتج تبعك فعال فبتعملي لهم تجربة، فوقت اللي بيشوفوا انت قديش عندك خبرة بهالتجربة بصيروا بيقولوا لك شغلتين او بيتعاقدوا معك لانتي تعقمي لهم. طبعا نحن هذا ضمن اختصاصنا، عملنا عقود مع مشافي دولة ومع مشافي خاصة وما زلنا. شو المخططات المستقبلية للشركة التقنية للمعقمات؟ طبعا نحن بعد وجودنا بالسوق وكان اختصاصنا المشافي قدرنا نغطي تقريبا 70% من حاجة السوق المحلية، عملنا يعني لاين جديد سميناه ديرما لاين باي أنتيسيبتيكا، فهو حيكون موجود ان شاء الله هلا على اول 2024 بالمولات وبالصيدليات وبالمناطق، ليكون البيوت كلها تقدر، مكاتب، شركات، اي حدا عنده مشكلة، لأنه صار الرشح والقريب موجود بكل الوقت. أكيد الكثير من الطلبات يلي بتجي خاصة من المشافي، مثل ما عم نحكي إنه حضراتكم بتخدموا المشافي، فهو بيكون متواجد ومتوفر هاي المواد ولا لا؟ نحن بننطر الطلب نشوف شو المواد اللي بحاجتها ومنبلش تصنيعها ضمن المعمل، وتقريبا هي قديش بتاخد وقت؟ نادرا نقول انه نحن ما نا متوفر المادة او لسبب او لاخر، وعن جد وقت نعرف انه مثلا في ضرورة within 48 او يعني خلال 48 ساعة ممكن نحن يكونوا مستنفرين وعم يشتغلوا حسب خطورة الوضع، بس نحن المواد
دائما اللي بنعرف زبائننا لانه صار عندنا تواتر شو هي حاجتهم كل قد ايه بيطلبوا العقود هي دائما متواجده. شكرا كثير لكل التفاصيل اللي خبرتينا اياها، يعطيك الف عافيه. اهلا وسهلا فيكم، شكرا لزيارتكم. وهلا صارت معنا مديره معمل الشركه التقنيه للمعقمات الدكتوره مارلين يعقوب، اهلا وسهلا فيكي. اهلا. بدايه خلينا نتعرف على اقسام المعمل والمراحل اللي بتتم ضمن في القسم. بينقسم المعمل كبناء لقسمين، القسم الاول هو القسم الاداري اللي حضرتكم دخلتوا منه، وبعدين في عندنا القسم الثاني اللي هو القسم التقني خلينا نقول او الفني، اللي بيتضمن مستودعات باقسام الثلاثه، التصنيع خطوط الانتاج والمختبرات. في عندنا نحن مختبرات فيزيائية كيميائية ومختبرات جرثومية. طبعا الكفاءة تبع المختبرات هي مدروسة بطريقة انه تخدم المنتج تبعنا. في عندنا كوادر مؤهلة ومدربة وصار لها تشتغل معنا سنوات وخاضعة لعمليات تدريب ولدورات تدريبية مكثفة لتتناسب مع العمل اللي نحن مطلوب مننا. لمجرد الأشخاص تعرف أنه معمل تعقيم ومواد كيميائية بيخطر ببالها أنه ممكن بعيد الشر يصير تفاعل خاطئ وفينا نقول يضر الأشخاص يلي عم تشتغل، شو تجهيزات السلامة الموجودة ضمن المعمل يلي فينا نقول بتضمن سلامة الموظفين والكادر الموجود؟ بالنسبة للمعمل ونحن بنشتغل على مواصفات عالمية ومنطبق كل شيء مطلوب من حيث الصحة والسلامة المهنية سواء عالمياً أو حتى محلياً من قبل وزارة الصحة أو من قبل الدفاع المدني والأمور الثانية. بالإضافة نحن مجهز المعمل والأماكن اللي ممكن يتعرض فيها الأشخاص للمواد أو أبخرة مواد خلينا نقول أو روائح مجهزة بنظام تكييف كتير عالي الكفاءة بما يتناسب مع حجم الغرف وعدد مرات تبديل الهواء بكل مكان، يتناسب انه يطلع كل الأبخرة الموجودة او ممكن انه تنبعث من المواد. دكتورة نحن هلا وصلنا لقسم الإنتاج، خلينا نتعرف على مراحله أكثر والأقسام يلي فيه. بيتم نقل المواد من قسم التحضير إلى قسم التعبئة عبر أنابيب من الستانلس ستيل 316 حتى ما تتفاعل أبدا مع المواد المنقولة، ويوصل المنتج بمواصفته الحقيقية والجيدة. بتم نقله لآلة التعبئة، وهون بتم عملية التعبئة. طبعاً بيكونوا الشباب محضرين العبوات المناسبة حسب المطلوب، وبتم التعبئة وبتم تغطية المنتج بالغطاء مع الأصدرة حتى نعمل عملية اللحام، لأنه منسكر المنتج ومنلحمه نحن. تمام. بعد ما تخلص عملية الإغلاق بينتقل المنتج المعبأ إلى قسم التغليف عبر تمام. السير الناقل. تمام. يعني العملية كلها بتتم من دون ما تمس الأيدي المنتج، وذلك بغاية أنه يضل المنتج عقيم وبجودته العالية. عملية التغليف هي عبارة عن عملية وضع اللصاقات. تمام. عملية اللحام طبعا بالبداية بيمرق على سير ناقل كمان وعلى التراسون بيلحم القصديرة، وبيتفتش طبعا بشكل 100% مشان التسريب. بيتم عملية وضع اللصاقة، ومن بعدها كمان بيتم عملية تفتيش تانية عبارة عن تقريباً 20% من المنتج يعاد تفتيشه من قبل ضبط الجودة. مع دخولنا قسم الإنتاج لاحظنا أنه صار في إضافات على لباس الوقاية الخاص بالمعمل، فياريت نذكر شو السبب؟ بالنسبة للتجهيزات أو لللباس أو لغطاء الرأس، المعمل دائماً يقسم لقسمين، مناطق رمادية ومناطق بيضاء. المناطق البيضاء هي اللي نحن موجودين هلأ فيها، اللي هي قسم الإنتاج، قسم التحضير عفواً، وقسم التعبئة. المناطق البيضاء هي أولاً فيها كل مواصفات حسب مواصفات عالمية، مضبوط الهواء ومفلتر، فلترة فائقة،
طريقة الأبواب ما بتفتح وبتسكر بتكون كمان مضبوطة، ما بصير يفتح بابين خارجيات مع بعضهم من القسم إلى الممرات، ولذلك بيكون في مواصفات كتير عالية من الوقاية، لأنه أنت عم تتعاملي مع منتج ما بيقل خطورة عن أي دواء عم يصنع. دكتورة، نحن وصلنا لختام الجولة اللي هي المستودع. خلينا نحكي شوي عن طريقة حفظ المواد الجاهزة ضمن المستودع لتوصل للمستهلك بجودة عالية. فعلا هو آخر المطاف هو المستودع المواد الجاهزة، بعد ما تطلع من التغليف وتمرق بكل التحاليل المطلوبة بيتم حفظها بمستودع المواد الجاهزة اللي هو مضبوط الحرارة والرطوبة. في عنا أضوية خافتة لأنه ما بصير كتير يكون في تعرض للإنارة الشديدة، وبجو مغلق تماما متحفظ من الغبرة من الرطوبة، وبتصير هي بقى جاهزة لأي طلبية من طلبيات الزبون حتى نحن نبعث له إياها. بدي أتشكرك لكل التفاصيل اللي خبرتينا إياها، يعطيك ألف عافية دكتورة. أهلا وسهلا فيكم وشكرا لك كمان، وشكرا على جهودكم. شكرا كثير. وهيك كان جولتنا ضمن الشركة التقنية للمعقمات. بتمنى تكونوا دائما بخير. باي.